اهلا بيكم. اتكلمنا في الاسبوع ده عن بلومز تاكسونومي او تصنيف بلوم، وعرفنا ان هو عباره عن اداه او وسيله عمليه نقدر نقيم بيها درجه او مستوى التفكير اللي وصل ليه الشخص. وعرفنا كمان هو عباره عن هرم بيتكون من 6 مراحل، وهما remembering or knowledge، تذكر او المعلومات، comprehension الفهم، application التطبيق، analysis التحليل، evaluation التقييم، واخر حاجه creation الابتكار او الابداع. وكل مفكر لازم يعرف هو وصل لاني مرحله من المراحل دي عشان يقدر يطور من نفسه ويوصل لمرحله اعلى. اتكلمنا كمان عن الحجه، وعرفنا انها بتتكون من 3 حاجات: الاطروحه، الادله والدعائم للاطروحه دي، والنتيجه. وعشان تكون مفكر نقدي لازم اي اطروحه تقدمها تكون مدعومه بادله، والأدلة دي تكون مرتبطة بالأطروحة وبالنتيجة، وإلا هتكون بتقدم آراء بس. وكمان قلنا عشان نقدر نقيم أي حجة لازم نراعي بعض الأمور، واللي منها إن أدلة ودعائم الحجة دي لازم تكون خالية من المغالطات المنطقية، وإننا لازم نراعي توفر معايير التفكير النقدي في الحجة. وده كان ملخص الأسبوع الثاني من كورس التفكير النقدي. في الأسبوع الجاي هنتكلم عن المغالطات المنطقية وعلاقتها بالتفكير النقدي.